يا هلا وسهلا وحياكم الله أصدقائنا المشاهدين في كل مكان. اللقاء يتجدد معكم في حلقة جديدة من برنامجكم استوديو اس بي سي. مثل ما عودناكم حلقاتنا متجددة ومتنوعة بمواضيعها وأخبارها. يا هلا وسهلا فيكم ويا هلا وسهلا فيك نادر. أهلا وسهلا، مساء الخير ريم. مساء النور. اهلا وسهلا، مساء الخير للسادة المشاهدين. اكيد مثل ما عشنا معكم امس اجواء اليوم الوطني وقبله اكيد الفعاليات المصاحبه اللي غطيناها لكم ورصدناها من خلال استديو اس بي سي، اليوم اكيد اللقاء يتجدد والتغطيه ايضا تستمر بمواضيع وفقرات. عشان كذا مشاهدينا خلينا نستعرض ونشوف معكم ابرز فقرات حلقتنا لليوم. والبدايه مع عيد فهيد ورحله ابداعيه في عالم الشعر الشعبي. وحقيقة تنظيف القولون وإزالة السموم فوائد مزعومة أم مخاطر محتملة. والفن التشكيلي المستوحى من التراث في لوحات زينة الشهري. والأحلام والكوابيس هل تكشف الاضطرابات النفسية والعصبية؟ يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا، اكيد نبدا معاكم حلقه جديده ومتجدده اليوم، لكن قبلها نذكركم انكم تقدروا تشاركونا وتتابعونا عبر منصه اكس الظاهر امامكم على الشاشه استوديو اس بي سي. والان ننتقل معكم لشاشه الاخبار. حياكم الله اصدقائنا مشاهدين، واكيد نعود معكم بالتغطيه في برنامج استوديو اس بي سي. يعني ريم امس عشنا اجواء اليوم الوطني على مدار ساعتين ويومين متواصلين، غطينا فيها فعاليات اليوم الوطني وبرضو عشنا الاجواء الجميله. كيف كانت ريم معك فعاليات اليوم الوطني؟ اكيد فعاليات اليوم الوطني كانت جدا جميله وكانت اجمل اكيد بوجودنا معكم مشاهدينا، شاركنا الفرحه الجميع. كاميرا استوديو اس بي سي ايضا كانت متواجده في كل مكان عشان نشارككم الفرحه في جميع مناطق وانحاء المملكه. بالضبط، اكيد الفرحه مستمره وايضا التغطيه ستستمر دائما في حب الوطن. مشاهدينا ننطلق معكم الان لاول اخبارنا، حيث يقف مشروع الشعيبه للطاقه الشمسيه كانجاز ضمن مشاريع وزاره الطاقه المتماشيه مع رؤيه 2030، ويعكس نجاح المملكه في ترسيخ مكانتها عالميا. ويقع المشروع جنوب جده ويتكون من محطتين بسعه اجماليه 2660 ميجا وات، ويساهم المشروع في تحقيق هدف المملكة بزيادة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة بحلول 2030، ويمتد على مساحة 55.33 ألف كيلومتر باستثمارات بلغت أكثر من ملياري دولار. أيضا مشاهدين يتضمن المشروع أكثر من 5 مليون لوح شمسي ويغطي احتياجات 450 مليون وحدة سكنية سنويا. تحمل هوية اليوم الوطني 94 للمملكة شعار نحلم ونحقق، وتبرز الهوية التي امتدت من العام الماضي أهم المشاريع الضخمة التي تعتبر جزءاً من رؤية المملكة العربية السعودية ودورها الريادي في جميع المجالات. فيعد مشروع الشعيبة للطاقة الذي لا يزال قيد الإنشاء أحد أضخم مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لوزارة الطاقة، إذ تقع الشعيبة 1 والشعيبة 2 للطاقة الشمسية على بعد حوالي 80 كيلومتر جنوب مدينة جدة في منطقة مكة المكرمة، وستعمل على توليد الطاقة باستخدام تقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وسيتم ربطها بالشبكة الوطنية بسعة إجمالية تقدر ب 2660 ميجاوات.
وأكيد مكملين معكم مشاهدينا في جولتنا الأخبارية لليوم، حيث ذكر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أن تناول منقوع بعض البذور والأعشاب الطبيعية المدروسة يقتصر على تحقيق ربع الفوائد الصحية فقط، حيث يعمل المنقوع على غسل السطح الخارجي لها. وأيضا أوضح الدكتور عبر حسابه في منصة إكس أن الأفضل هو تناول البذور والأعشاب كاملة للحصول على فوائدها الكاملة، وأضاف أن نفس القاعدة تنطبق على الخضروات والفواكه، حيث يجب تناولها كاملة مع أعوادها، بذورها وقشورها ولبها، لأن هذه الأجزاء تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم. أكيد مشاهدينا للمزيد ينضم معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور فهد الخضيري، وهو أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات. ويا هلا وسهلا فيك دكتور فهد، حياك الله. يا هلا وسهلا، حياك الله، الله يبارك فيك. يا هلا وسهلا فيك. بالبداية دكتور، لو نتحدث عن هذه المعلومة، وإيش ممكن تكون أيضا الأضرار المحتملة لتناول الأعشاب والبذور عبر منقوعها فقط؟ هو الحقيقة ما في ضرر، لكن لن يحصل الإنسان على الفائدة الكاملة والتامة حسب الدراسات، أنه المنقوع يأخذ فقط يعني غسيل السطح مثلا، أو تسرب مادة بسيطة من المادة الفعالة المفيدة المهمة على الماء اللي يوقع فيها الشيء. نعم. وبالتالي يكون هناك مشكلة في أنه ما استفاد كثيرا من هذه الأشياء. لذلك كلمة منقوع هي أحيانا تكون أشياء مخففة، سواء الأطفال أو الربع، لكي تكون الكمية بسيطة جدا وخفيفة ولا ليس لها تأثير. لكن بالنسبة لمن أراد يعني الكبار، ومن أراد أن يستفيد من هذه البذور الغذائية والحبوب، سواء حبوب الكزبرة، بذور الكزبرة، بذور الحلبة، بذور كل هذه الكمون مثلا، المنقوع لا يكفي للوصول إلى الفائدة القصوى حسب الدراسات وحسب التحاليل الكيميائية التي تمت. وبالتالي فإنه لا بد من تناول المنقوع معه، أيضا يمضغ ويأكل هذه الحبيبات التي تقعت في الماء وترطبت. جميل دكتور. دكتور اي نعم دكتور، الان لو بسالك عن الفرق الغذائي ما بين تناول العصائر المصفاه او حتى تناول الفواكه والخضروات كامله باعوادها وقشورها، وايش هي اضرارها لو اكلناها مع الاعواد والقشور؟ ما في اضرار، بالعكس هي الافضل والاهم انها تؤكل بقشورها وبلبها وبذورها مدهونه مع بعض في الخلاط، ولا يتم تصفيتها ولا يتم شخلها مثل ما يسوي البعض، او تصفيتها وتنقيتها، وتكون عصير مائي. العصير المائي 80% منه يعني سكريات من الفوائد الموجوده مع السوائل والمياه الموجوده. لكن لما تكون بالخلاط مثل السموذي اللي يسمونه سموذي مثلا، العصير بالكامل بقشوره بلبه بقشوره، ستكون الفائده اعلى 3 أضعاف. هذه هي احد الدراسات، لانه انت الان تبحث عن الفيتامينات، تبحث عن الالياف ايضا التي تعالج القولون العصبي وتعالج تهيجات القولون وتعالج ايضا مشاكل الجهاز الهضمي، ايضا بالاضافه الى وجود معادن نادره وفيتامينات نادره موجوده في ثنايا القشره او اللب او الحبوب او البذور الموجوده. وكذلك ايضا عندما يعمل الانسان مثل يسمونه العصير الاخضر في سوكس او كذا، لابد من ان تكون العويدات الاعواد مصنونه وتؤكل عويدات مثلا او اغصان البقدونس والكزبره والشبت والخيار والخس، كلها مع بعضها تؤكل اكلا، لانه يوجد فيها مواد مفيده ومواد غذائيه تهم صحه الانسان وتهم ايضا مشاكل الجهاز الهضمي والقولون صحيح. والعمليات الحيوية. جميل. نعم. دكتور، دائما بنسمع أنه يفضل أكل الفواكه أكل الخضروات مثل ما هي، وعدم عصرها وشربها أيضا كعصائر، هل هذا بيحقق أقصى فائدة من الفواكه والخضروات؟ لا، هو النقطة الرئيسية أنه إذا عصرتها مثلا أنك تأكلها مع اللب، مع اللي يسمونه أحيانا بعض الناس يسميها البقايا أو ويعصر ويأخذ العصير المائي، هذا العصير المائي معظمه سيكون سكريات وفقط يمكن 30 إلى 40% من الفوائد موجودة فيه، لكن الفوائد الكبرى والعظمى تكون في كل الفاكهة. وبالمناسبة هناك دراسة طريفة كانت قديما في الستينات أو السبعينات يتكلمون عن
أطعمة الحيوانات، الحيوان يأكل الفاكهة كاملة، يمضغها كاملة، فكانت الفائدة التي توجد في هذه الأشياء الكاملة أفضل بثلاث مرات من الفائدة الموجودة بالفاكهة التي يقشرها الناس ويرمون القشر أو يعصرونها ويرمون بقية الألياف والأنتجة ويكتفون بالماء العصير المائي فقط، فيفقدون حوالي ثلثي المواد المفيدة والصحية والفيتامينات والمعادن. فالأفضل تناولها وأكلها كاملة ومضغها جيدا أو طحنها في الخلاط كاملة وتناولها كاملة. جميل دكتور. دكتور بس بما أنك تكلمت عن بعض الأشياء تفقد خصائصها، يعني جاء في بالي بما اني انا من الناس اللي احب الشاي صراحه واحب اتلذذ في نكهته وطعمه، الان لو نشوف بعض انواع الشاي اللي تجي بداخل الاوراق الشفاف ممكن تكون مجرد لون، لكن الاوراق العاديه اللي خليها تطبخ ودائما نقول خلي الشاي خضر شوي، ايش اكثر فائده في الموضوع، الورقيه او الورق اللي نخليه يطبخ ويخضر؟ هو اكثر فائده الورق الكامل الذي تتركه يطبخ ويخضر. هذه كل الدول اللي يستمتعون بالشاي، ودول الشاي سواء الصين او الهند او بعض الدول الاخرى يطبخون الشاي بهذه الطريقه التي ذكرتها انت، تخلي الورق يطبخ. وبعض الناس لما يتعقد شويه الشاي ويزداد مراره يقولون الشاي عاقد يرمونه، هذا غلط، ولم يزداد مراره ولم يتعقد او يعقد كما يقول البعض، بل بالعكس هو زاد اطلاقا للمواد الفعاله التانين والكافيين والاشياء الاخرى. انت مجرد ما يصل لهذه المرحله تخففه بالماء بالطريقه التي تستسيغها انت، لا يكون يعني تتخلص منه، بالعكس انت الان هو اطلق كل فوائده الى الماء الى السائل المحيط فيه. فانت الان بالطريقه هذه لن تستفيد من فوائد الشاهي اذا جعلته فقط ياخذ خمس دقائق او ربع دقيقه بعض الناس ويرميه كأنه صبغة فقط. الآن المرحلة الأولى هي انطلاق الصبغات فقط صراحة، هذا حقيقة حتى الصبغات اللي موجودة في الشاي كذا، لكن المرحلة الثانية هي أنه يطلق المواد التانينية والمواد الفلافونويد والمواد المفيدة والصحية والكافيين أيضا. جميل. بعد الخمس دقائق من الغليان الأولى. جميل فقط. أكيد الكثير من المعلومات عشان نقدر نحقق الفائدة من تناول الأعشاب أو حتى الخضروات والفواكه. أكيد نشكر ضيفنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات. شكرا جزيلا لك دكتور. أكيد مشاهدين الكرام احنا مستمرين بالتغطية، بما أن أمس غطينا اليوم الوطني أيضا اليوم نستمر في تغطية اليوم الوطني ونرصد احتفالات المواطنين في مناطق المملكة باليوم الوطني السعودي وسط أجواء من الفخر والانتماء والاعتزاز، حيث زينت سماء المدن بالألعاب النارية التي أضاءت الأفق بألوانها الزاهية معبرة عن فرحة الوطن والمواطنين بهذه المناسبة الغالية. وتخللت الاحتفالات فعاليات متنوعة تعكس مشاعر الوحدة الوطنية والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها المملكة تحت ظل قيادتها الرشيدة. يا سلامي عليكم يا السعودية، يا ديار الشيم يا دار الأبطال. ويا سلامي عليكم يا السعودية، يا ديار الشيم يا دار الأبطال. يا السعودي نحيي روحك الحية، حي روحك الحية، مشهد انك اصيل وطيب الفالي. يا سلامي عليك يا السعودية، الله يا ديار الشيم يا دار الابطال. يا السعودي يا السعودي حي روحك الحية، مشهد انك اصيل وطيب الفالي، مشهد انك اصيل وطيب الفالي. أكيد الكل كان مستمتع ويحتفل باليوم الوطني وأجواء اليوم الوطني واللون الأخضر كان في كل مكان. أكيد مشاهدينا مكملين معكم، وتشير دراسة جديدة إلى أن تناول القهوة قد يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات مع التقدم في السن، بحيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون كوبين أو أكثر من القهوة يوميا لديهم كتلة عضلية أعلى بنحو 10% مقارنة بمن لا يشربون
القهوة، وذلك استنادا إلى بيانات من أكثر من 8000 بالغ في الولايات المتحدة. وأكيد مشاهدينا قبل نفصل في هذا الموضوع بشكل أكبر، خلينا نشوف هذا التقرير عن القهوة السعودية. نشعر بفخر كبير بامتلاكنا ثقافة عريقة ومتنوعة تمتد جذورها في أعماق هذه الأرض المباركة منذ بداية التاريخ وحتى يومنا هذا. تعد القهوة السعودية جزءا مهما من تراثنا الغني، ليس فقط لأنها مشروب لذيذ يرافقنا في كل لحظات حياتنا، بل لأنها تمثل رمزا للكرم والضيافة وتعكس التنوع الثقافي والهوية الفريدة للمملكة. من زراعتها في جنوب المملكة إلى حصادها وتوزيعها ثم إعدادها وتحضيرها بطرق تختلف من منطقة لأخرى، وحتى تقديمها بأساليب متنوعة، تكتسب القهوة السعودية مكانة ثقافية خاصة، فهي نشاط اجتماعي يعكس القيم الأصيلة للسعوديين ويبرز العلاقة المميزة التي تربطهم بقهوة بلدهم. مشاهدين الحديث بشكل أوسع عن فوائد القهوة ينضم معنا عبر الاتصال الرقمي أخصائي أول تغذية علاجية دكتور سعيد الزهراني. أهلا وسهلا فيك دكتور. الله يحييك، مرحبا، أهلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك دكتور. مثل ما شفنا هذه الدراسة اللي بتربط بين علاقة وفوائد القهوة في بناء الكتلة العضلية، بالبداية إيش العلاقة بين شرب القهوة وزيادة الكتلة العضلية في جسم الإنسان؟ أولا في هناك عاملين اللي هم الكافيين، وتعتبر القهوة أهم مصدر للكافيين، ومما يساعد في زيادة النشاط البدني بالنسبة للأشخاص اللي يتناولون القهوة. الشيء الآخر وجود عنصر أو حمض الكلوروجينيك يؤدي إلى تقليل امتصاص الكربوهيدرات، مما يؤدي إلى زيادة الكتلة العضلية وزيادة امتصاص البروتين داخل الجسم. جميل جدا دكتور. أنا قاعدين نشوف نعم دكتور، احنا قاعدين دائما يعني نشوف في دراسات مختلفة وقد تكون ايضا في دراسات متضاربة، خصوصا في موضوع القهوة وتأثيرها ايضا على صحة الجسم او حتى العضلات، يعني وبنتكلم عن عضلات جسم الانسان، ايش هو التأثير اللي ممكن يلحقها خصوصا في التقدم في العمر؟ طبعا كما هو معلوم انه كل ما تقدم الانسان في العمر ينقص معنا هرمون النمو وهرمون بعض الغدد، يؤدي إلى نقص الكتلة العضلية للجسم بالنسبة للأشخاص كبار السن. فبالمناسبة ننصحهم بعدم شرب القهوة خاصة أثناء الوجبة أو بعد الوجبة بدقائق معدودة حتى يستطيعوا الاستفادة من الكالسيوم الذي موجود في الأكل. جميل جدا دكتور. أكيد دائما بنتحدث عن فوائد القهوة وكل يوم بنشوف المزيد من الدراسات والمزيد من المعلومات اللي بعض الأحيان ممكن نغفل عنها، إيش الفوائد الصحية الموجودة في القهوة واللي يغفل الأغلب عنها؟ أول شيء مضادات الأكسدة، فالقهوة تحتوي على مضادات الأكسدة مما يؤدي إلى تقليل الإصابة بأمراض السرطان. كذلك يؤدي إلى شرب القهوة بشكل معتدل يؤدي إلى تقليل الإصابة بالزهايمر ومرض بارنكسون، كذلك يؤدي إلى تقليل الإصابة بأمراض السكر النوع الأول. فكل هذه الفوائد والنتائج التي نستفيدها من شرب القهوة بس في الحدود المعقولة. جميل جدا دكتور. بنتكلم عن القهوة السعودية أو حتى عن القهوة المنتشرة بأنواع مختلفة، لكن القهوة السعودية حتى على يعني ما مضى من زمان يعني، ودائما على قولتهم يعني نتذكر البيت الشعري يقول يا ما حل الفنجال في سيحة البال في مجلس ما في نفس ثقيلة، هذا يدلك أنه الفنجال كان موجود من زمان في مجالسنا، في الصبح، في الظهر، في المغرب، في العشاء. لكن الكلام هنا متى فعلا يصير تهديد كثرة القهوة وكثرة فعلا الإقبال على الفناجيل؟ أولا أنا أشوف أكثر من كوبين أو أكثر من 240 ملي لتر كوبين في اليوم يؤدي إلى مشاكل صحية، يؤدي إلى القلق والاضطرابات النفسية، مما يؤدي كذلك إلى ما يسمى التسمم الكافيين. فالأفضل والأحسن أنه كوبين في اليوم. جميع أنواع القهوة دكتور؟ نعم جميع أنواع القهوة التي لا تحتوي على سكر أو حليب.
جميل جميل جدا. أكيد القهوة لها فوائدها، لكن أيضا وقت تناول القهوة وكمية تناول القهوة مهمة جدا عشان نحقق أقصى فائدة. أكيد نشكرك أخصائي أول تغذية علاجية الدكتور سعيد الزهراني، شكرا لك. أكيد ريم، القهوة دائما موجودة معنا، أنا من الناس مطمئنينها وأنت؟ أكيد كلنا نحب القهوة، لكن الحمد لله تعلمت أني شوي أوازن في شرب القهوة، عشان مثل ما قال الدكتور يعني كثرة شرب القهوة ممكن تسبب لنا بعض المخاطر والأضرار. بالضبط، إن شاء الله نوصل للمرحلة اللي أنت وصلتي لها ريم، وأحاول أقلل شوية. عموما مشاهدين الكرام، نستكمل معكم أخبارنا وإلى المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، حيث كشف عن تفضيلات المواطنين للاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني، حيث شمل البحث الأشخاص البالغين بدءا من عمر 18 عاما، وأظهرت النتائج أن هنالك ثلاث خيارات للاحتفال، وهي المنزل، الأماكن العامة، والأماكن الخاصة بالاحتفالات. وقد تبين أن 49% من الشباب تحت سن 27 يفضلون احتفالات داخل المنزل، فيما كانت الفئة العمرية ما بين 44 إلى 78 هم الأكثر احتفالا في المنزل. كما جاءت نسبة الاحتفالات في الأماكن الخاصة بالاحتفالات أقل من الاحتفالات في المنزل، بينما بلغت نسبة من يفضلون الاحتفال في الأماكن العامة 12% فقط من المشاركين. انت اي حاله ريم؟ يعني حسب، انا افضل احتفل هنا بالاستوديو مثل ما سوينا نادر. والله انا احيانا لا اهم شيء الواحد يحتفل. انا انبسطت وانا طالع امس بالشارع واشوف الاحتفالات، انا من الناس اللي ينبسط لما اشوف الناس يحتفلون. بالفعل اكيد، يعني هذا يوم فخر ويوم فرحه، والكل يحتفل باليوم الوطني سواء في المنزل او خارج المنزل، الاهم هو الاحتفال بهذا اليوم ومشاركه هذه الفرحه مع الجميع، سواء اهل الاقارب او حتى جميع اكيد الاشخاص الموجودين على ارض المملكه. اكيد مشاهدينا هذه كانت بعض اخبارنا لليوم، راح نتوجه معكم لفاصل قصير وراجعين. مشاهدينا حياكم الله معنا، وفي أولى فقراتنا وفقرتنا الطبية، حيث اشتهر في السنوات الأخيرة ما يسمى بتنظيف الكبد من السموم، ولكن كيف؟ وهل هو من الطرق الآمنة؟ كل هذا وأكثر راح نتعرف عليه في سياق هذا التقرير. تنطوي عملية تنظيف القولون على غسل الأمعاء الغليظة بسائل مثل الماء. تنفذ هذه العملية في أغلب الأحيان قبل بعض الإجراءات الطبية، حيث يتمكن اختصاصيو الرعاية الصحية من رؤية ما بداخل الأمعاء. كما أشار أيضا ممارسو الطب البديل إلى عمليات تنظيف القولون لأغراض أخرى، مثل إزالة مواد كيميائية تسمى المواد السامة من الجسم، لكنك لست بحاجة إلى تنظيف القولون للتخلص من المواد السامة، ولا يوصى بالتخلص من المواد السامة في القولون، كما لا تستلزم أي حالة مرضية فعل ذلك. يرى بعض مختصي الطب البديل أن المواد السامة الموجودة في الجهاز الهضمي قد تسبب الصداع والتهاب المفاصل، ويعتقدون أن تنظيف القولون يزيل المواد السامة ويعزز الجهاز المناعي أو الطاقة، لكن لا يوجد أي دليل على إثبات ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهاز الهضمي يخلص الجسم بالفعل من الفضلات والجراثيم التي تسمى البكتيريا، كما لم تظهر الأبحاث أن الجسم يحتفظ بأي مواد سامة ناتجة عن اتباع نظام غذائي أو ممارسة نشاط منتظم. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الموضوع بشكل مفصل ينضم معنا عبر اتصال الرقمي استشاري الجهاز الهضمي الدكتور رضا بخش. أهلا وسهلا فيك دكتور رضا، وحياك الله في استديو اس بي سي. السلام عليكم، أهلا نادر وأهلين، ومرة واحدة يعني نستغل الفرصة التانية بالوطني، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله في ظل قيادتنا الرشيدة والشعب الكريم.
اللهم امين. دكتور، الان احنا قاعدين نتكلم عن القولون اللي هو يعتبر خلينا نقول مرض العصر، ما في احد مننا ممكن ما في قولون. لكن دكتور لعلي اسالك في البدايه، ما هو الفرق بين تنظيف القولون التقليدي والاجراءات الطبيه المستخدمه تحديدا لتنظيفه؟ طيب نادر، طبعا خلينا نتكلم شيء، الله سبحانه وتعالى خلق الانسان انه جهه، اصلا القولون هو عضو تنظيف الجسم. طيب فاصلا يعني القولون والكبد هي اجهزه لتنظيف الجسم، من حين الجسم عباره عن بيئه بتدخل حاجات خارجيه من خارج الجسم، عباره عن اغذيه، عباره عن ربما غبار حتى احيانا او شيء. الوظيفة سبحان الله القولون هي تنظيف الجسم، فتسويق القولون إنه أو تسويق منتج على أساس إنه هو تنظيف قولون هي عبارة غير دقيقة، لأنه سبحان الله القولون في الوضع الطبيعي، أيوه القولون في الوضع الطبيعي هو أداة تنظيف الجسم من الأكل اللي بيدخل من خارج الجسم. فالقولون يعني في الوضع الطبيعي هو قولون نظيف ترى على فكرة. إراحة القولون مسألة ثانية، اللي هي سبحان الله ممكن بالصيام مثلا أو خلينا نقول بإعطاء سوائل معينة، يعني هذه شيء غير دقيق. تبغى نتكلم في الأمراض والاضطرابات أو لسه؟ أكيد دكتور، يعني لأننا بنسمع بشكل جدا كبير عن طريقة تنظيف القولون والديتوكس والمشروبات وغيرها من الأشياء اللي ممكن إنها تنظف القولون أو الأمعاء مثل ما بيقولوا، لكن إيش هي المخاطر لعمليات تنظيف القولون؟ طيب ريم، خلينا نركز أول شيء الأهم بالنسبة لي إيش يدخل الجسد، لأنه هو سبحان الله الجسد عنده قدرة على إخراج كل هذا، يعني سبحان الله الإنسان في الوضع الطبيعي عنده قدرة على إخراج كل تقريبا الحاجات اللي تدخل الجسم. طيب في بعض المأكولات، خلينا نقول مثلا البقوليات، الأكل السريع، بعض سبحان الله الأغذية الملوثة، إذا كان الشخص أخذ أغذية ملوثة هذه اللي هي فعلا ممكن تسوي اعتلال أو نسميه التهاب أحيانا في القولون. إذا في الحالات الطبيعية اللي هو الشخص إذا أكل أكل نظيف، كان بياكل أكل طبيعي، يعني خلينا نقول ما هو أكل بعيد الشر ملوث أو مسمم، الإنسان بإذن الله تعالى عنده قدرة على إخراج معظم الحاجات هذه في وقت يعني طبيعي، بيخرجها بشكل طبيعي. طيب في جودة أكل جيدة جدا يحب القولون، يعني إحنا عادة نقول إيش؟ نقول مثلا الألياف النباتية من الحاجات اللي يحبها القولون، أو يعني خلينا نقول مفيدة للقولون. بعض البقوليات أو الحاجات اللي الأكل الغير بني، مثلا البقوليات الغير مستوية، اللحم الغير مستوي مثلا، ممكن تسوي اعتلالات في القولون. لكن تسويق منتج إنه هو هذا المنتج هو اللي نظف القولون، أنا رأيي إنه غير صحيح، لأنه يعني احنا الانسان سبحان الله اذا اكل اللقمه متوقع انه خلال 12 ساعه الى 18 ساعه تخرج من الجسد ترى. جميل جدا. طبعا عاده افراغ القولون عاده تختلف من شخص لاخر، سبحان الله في ناس يدخل الحمام الله يكرمهم مثلا كل يوم، في ناس كل 3 ايام، احنا نسميها عاده يعني يسموها باول هابت او عاده الاخراج. هل نحتاج ان نظف القولون؟ نحتاج نظف القولون احيانا باستخدام بعض الملينات او بعض مثلا البروتوكولات، خلينا نقول هذا وقت ما نفحص القولون. فريم انت وبندر، انت ونادر عشان تفهموا المشاهدين، احيانا فعلا نحتاج نقول للمريض مثلا، نقول له والله امشي على يوم بكامل سوائل نظيفه واليوم الثاني خذ ملينات عشان نفحص القولون. فحص القولون عاد بروتوكول هذا مختلف. جميل. حلو دكتور، يعني الآن اللي بفهمه منك أنه ما في أي أدوية أو أشياء يتم التسويق لها أنها فعلا تنظف القولون من السموم، إنما هي هذه تعتبر يعني خدعة تجارية، وما في أي طبيب ممكن يسوي تنظيف القولون. أبغى أفهم منك النقطة هذه. صحيح، أكد لك هذا الشيء رادي، لأنه شوف قاعد يسوي يعني منتجات هي في الحقيقة ما، طبعا الناس يكون مثلا عنده امساك بسيط وياخذ منتج ويسوي له اسهال او يحس انه هو يحس نوعا ما بالقناعه النفسيه انه والله انا نظف القولون. ولا في اجهزه دكتور خاصه بتنظيف القولون؟ لا غير صحيح، الاجراء اللي يجرى في المستشفيات يا نادر هو
منظار القولون العصبي. أمانة نمشي المريض على بروتوكول قبلها بيومين عشان وقت فحص المنظار يكون المنظار نظيف وتكون خلينا نقول فحص القولون يكون كامل. هذا هو الإجراء الوحيد اللي يتم فحصه، لكن سبحان الله ترى القولون هو نفسه أصلاً الله حطه لإخراج السموم. ممتاز لا يجي أحد دكتور يقول والله أكل منتج معين. أكيد أنه موضوع القولون يعني أيوه. في ناس أكيد قبل ما يقبلون على مثل هذه الخطوات يجب أن يذهبوا للأطباء لاستشارتهم لتقديم أيضاً الفحوصات اللازمة، ويبتعدون أيضاً عن التسويق التجاري اللي أكيد يتضمن بعض الخدع التجارية. احنا أكيد نشكر استشاري الجهاز الهضمي الدكتور رضا بخش، يعطيك العافية دكتور، وشاكرين لحضورك معنا في استديو اس بي سي. شكرا لك دكتور. أكيد مشاهدينا مكملين معكم، وننتقل معكم إلى هذا التقرير حيث انطلقت فعالية عز الوطن 3 في أرينا جامعة الملك سعود بالرياض ضمن احتفالات اليوم الوطني 94 للمملكة، وتشمل الفعالية عروضا عسكرية إبداعية بعنوان راية ورؤية تحكي عن مسيرة المملكة وتاريخها وإنجازاتها. تنظم وزارة الداخلية فعالية عز الوطن 3 بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94، يتضمن عرض عسكري إبداعي بعنوان راية ورؤية. خلونا نتابع أجواء الاحتفالات ونستمتع. كل إنسان عن إيمان في دنيا ودين، يا بلادي يا بلادي قد على شانك على شانك على شانك وربي لكم. احتفال بمناسبة اليوم الوطني 94 تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية بجناح ضمن معرض وزارة الداخلية عز الوطن 3، حيث يمكن للزائر التعرف على مواقع اختصاص القوات وأيضا أحدث الآليات المجهزة بأحدث الوسائل التقنية وممكنات الذكاء الاصطناعي. أيضا يمكن الزائر برضو مشاهدة ميدان الشجاعة وما يتخلوا من مشاركة حية، وأيضا الاستعراض العسكري بميدان راية ورؤية. تأتي مشاركة المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمعرض تبرز فيه دور المديرية العامة وجهودها ومنجزاتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك الجوائز التي حصلت عليها. تشارك قوات من المنشآت إلى جانب القطاعات الأمنية الأخرى بجناحها الخاص، حيث تستعرض في بعض التقنيات الحديثة وبعض التجهيزات العسكرية التي تستخدم في حماية منشآتنا الوطنية. يلي ناديتي بأعلى صوت ومسلمين، يا بلادي منهج القرآن يا إخوان. تشارك المديرية العامة للدفاع المدني من خلال معرض يضم أحدث التقنيات والتجهيزات الفنية الحديثة لإطلاع الجمهور وأيضا الحضور في فعاليات عز الوطن 3 لإطلاع على أحدث التقنيات التي تستخدم في الحوادث وأيضا تنفيذ أعمال الدفاع المدني بالإضافة إلى الركن التفاعلي. المديرية العامة للسجون تشارك مع القطاعات الأمنية الأخرى أولا من خلال معرض يستعرض من خلال الخدمات التقنية التي تقدم المديرية العامة للسجون للجمهور الداخلي والخارجي، أيضا البرامج الإصلاحية النوعية التي تقدمها المديرية العامة للسجون وتطورات الحاصلة في هذا الجانب مثل برنامج ثقة وإشراقة وفجر. المديرية العامة للسجون أيضا تشارك بفصيل عسكري للمشاركة في
الاحتفاء باليوم الوطني والتعبير عن التطور الحاصل في المنظومة الأمنية في وزارة الداخلية. كل عام والوطن بخير. حابة أقول إني إذا كبرت بصير عسكرية وأفتخر في وطني. كل عام الوطن بخير. الله يعز وطننا، وطننا في قلوبنا، وكل عام وطننا بخير. كل عام وطن بخير. كل عام وكل الوطن بخير. واليوم أنا لابسة لبس عسكري عشان شفت عرض عسكري، وأتمنى الكل السعوديين يفرحون بهذا اليوم وهذه المناسبة. كل عام الوطن بخير. الحمد لله اليوم جيت واستأنست مع أهلي، والله يحفظنا طول السنة. يا أهمي خادم الحرمين الشريفين والعهد الأمين والشعب السعودي الكريم مناسبة اليوم الوطني. يا ملكنا يا ملك العرب يا حامي ديار المسلمين. يا ملكنا يا ملكنا يا ملكنا يا ملك العرب يا حامي ديار المسلمين. يا ملكنا يا ملكنا خادم الكعبة الشريفة. أكيد شكرا لزميلنا يزيد اللي رصد لنا فعلا هالتقرير الجميل والرائع ولاجم الريم، إن قاعدين نشوف الأطفال كيف متفاعلين، كيف عايشين الأجواء، وأعجبني بنوتة صغيرة قالت إذا كبرت بصير عسكرية وأخدم وطني. أكيد نادر، هذه فرحة وطن، وكلنا فخر أكيد بشباب الوطن، ودائما نشوف العديد من الأنشطة والفعاليات والعروض الإبداعية في اليوم الوطني السعودي. أكيد مشاهدينا تغطيتنا مستمرة وحلقتنا مستمرة، وبعد الفاصل عيد فهيد ورحلة إبداعية في عالم الشعر السعودي. حياكم الله مشاهدينا من جديد في حلقتنا لليوم. الشعر في السعودية يتمتع بمكانة رفيعة ويعد جزءا أصيلا من التراث الثقافي والتاريخي للمجتمع، فمنذ العصور القديمة والشعر يلعب دورا كبيرا في الحياة اليومية للمجتمع السعودي. الشعر هو فن التعبير بالكلمات، يختزل المشاعر والأفكار في أسلوب إبداعي يجمع بين الوزن والقافية ليعبر عن تجارب الإنسان وحياته. كان الشعر منذ القدم وسيلة تواصل بين الشعوب، حيث استخدم للتعبير عن الفخر والحب والحزن والشجاعة. تطور الشعر على مر العصور ليشمل أنواعا مختلفة من الأساليب والأشكال الشعرية، لكنه يظل في جوهره مرآة تعكس مشاعر الناس وأحوالهم. أما الشعر النبطي فهو أحد أبرز أنواع الشعر الشعبي في المملكة ودول الخليج، ويعتمد على اللهجة المحلية في التعبير، يمتاز ببساطة الأسلوب وقربه من الناس مع التزامه بالأوزان والقوافي الخاصة به. من أبرز الشعراء الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن عبد المحسن وسعد بن جدلان الذين أبدعوا في تقديم قصائد تعكس البيئة البدوية وقيمها من كرم وشجاعة وغزل. أكيد مشاهدينا للحديث عن الشعر يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء شاعرا سعوديا مبدعا استطاع أن يحجز مقعدا له في الساحة الشعرية السعودية. أكيد نرحب بضيفنا في الاستوديو الشاعر عيد فهيد. هلا وسهلا فيك عيد، وحياك الله في استوديو اس بي سي. الله يطول عمارك أم سعيد بهذا الاستضافة الغالية علي، وعسى وطننا إن شاء الله دائم من مسرة إلى مسرة أخرى، وبالتأكيد عسانا نقدم ما يليق بالشعر أولا. يا هلا وسهلا فيك، اللهم أمين. بالبداية عيد أكيد حابين نتعرف على بدايتك في عالم الشعر. أكيد أن كل شاعر دائما في قصة
أو موقف سواء إيجابي أم سلبي ألهمه لكتابة أول قصيدة له. حدثنا عن بداياتك وإيش أول حادثة معينة ألهمتك لكتابة قصيدة؟ والله الحقيقة الشعر حنا بيئة شعرية يعني بالمجال الشعر بالوسائل التواصل الاجتماعي الشعر الشعر كائن حي يعني في حياتنا اليومية مثل ما قال محمد الثبيتي والشعر والشعر يعني الشعر حياة بشكل عام ولنا والقصائد كالناس تحيا لها يوم سعد لها يوم بؤس فالشعر حديثنا اليوم يعني في المجالس بدايتنا كانت تقريبا في المرحلة الثانوية يعني المحاولات بكتابة الشعر لكن كانت يعني المحاولات المبدئية بدون الوزن وبدون القافية من ثم تعلمت الوزن عن طريق اللي هو علم العروض ومن ثم تقريبا يعني سنتين ثلاث سنوات قدرت أكتب شيء يعني موزون ومقفى كانت تقريبا أول تجربة اللي كانت تجربة حقيقية كانت مسابقة المهارات الأدبية كانت تقريبا عام 2017 يعني أعطتني الدافع المعنوي إلى الأمام. جميل جدا. عيد يعني أمس عشنا فرحة اليوم الوطني ولا نزال نستشعر هالفرحة هذه وراح تستمر أيضا معنا والشاعر والشعراء أو حتى الشعر يعني لازم أن يكون حاضر في هالمناسبة هذه. فأنتم كشعار لازم تحضرون في هالمناسبة وأكيد أنكم مقدم شيء أو بتعطينا شيء وطني نسمع منه كقصيدة. أبد الوطن يستاهل يعني والوطن أعطانا حاجات كثيرة يعني وأقل ما نقدم للوطن مثل هذه القصائد. هجنت وسط البجيري للنخل والسفوح وربابة الذكريات أجر أقواسها تقول باقي لي بدرعية المجد روح ألمس تفاصيلها وأحس بإحساسها أمسح على سوره الشامخ وأشوف بوضوح مجد تهادى عليها وارتحل ياسها قامت ملاحمها للعوجة بعيني تلوح وقايع أتوحى جلجلت ناسها يوم المدى موحش ونجد العذية جموح حطوا رسنهم عليها وارتفع راسها خاطوا بطهر ليادي ماكنات الجروح وضفوا عليها الأمان وقامت أعراسها شفهم بليل بهيم ونزلهم شع ضوح رغم الليالي العسيرة من ثنى باسها قام وشعم نارهم هاك التقي الصفوح وخلى خيام النقا تفرح بجلاسها مرهي من الكيف ما يذخر بنجر صدوح لين حبات بنه تنزع الباسها من يوم سيقة ذهب لمبعدين الشبوح تشبه للون الطعوس إذا الندى باسها برية لاغدت في جال الأرطى تفوح كأنها تحضن الجلاس بنفاسها بدو رغم قل الأشياء والزمان الشحوح ما فيه قمة حضارة ما بنوا ساسها واليا هقيت إني أسلى والمشاهد تروح جاكي تخطر في أضلبان أساسها. سلام. صح لسانك صح لسانك. أكيد يعني تواجد الشعراء دائما في اليوم الوطني وتقديمهم أكيد قصيدة لهذا الوطن جدا مميز وأكيد هناك الكثير يعني عيد من الشعار اللي وضعوا بصمة في الساحة الشعرية من أكثر الشعار أو من أكثر شاعر تأثرت به في مسيرتك الشعرية؟ والله الحقيقة تأثر للأمانة أنا من بدايتي يعني كنت أتأثر بالقصيدة ذاتها لأن الشاعر معرض لانخفاض مستوى وصعود مستوى أيضا لكن كان تأثري في ذات القصائد يعني تأثرت في فترة من الفترات في قصائد بدر عبد المحسن أيضا بدر شاكر السياب أيضا أبو زويد عندنا أيضا كثير من الشعراء لكن كان تأثري دائما في ذات القصيدة يعني لأن الشاعر مستواه طالما كان موجود معرض للنزول معرض للصعود. عيد أكيد أنه الشاعر ابن بيئته إذا وجد في منطقة كلها زراعة ومزارع تلقاه يتغزل في النخل وفي التمر وفي الموية وفي كل شيء إذا كان في منطقة جبلية الجبال أمام عيونه أنا أبغى أعيد يعني وش هو النمط اللي راسخ في مخك دائما في لون قصيدتك؟ والله صحيح كلامك والإنسان ابن بيته لكن كان تقريبا الجبال ملهمة بشكل كبير أيضا الطين بيوت الطين لأنها إحنا امتداد لهذا المجد مننا وفينا المترسخ يعني في أذهاننا لكن كانت هذه يعني تقريبا الصورة النمطية المرسومة عندي يعني تقريبا بغلب القصائد يعني الطين البطحة الجبال السهول البيوت الطين النخيل هذه كلها كانت تقريبا يعني في مراحل طفولتي يعني كنت أراها أمام العين فالإنسان ابن بيته مثل ما قلت
وذاكرة الإنسان الذهنية يعني تحتفظ دائما في مثل هذه الأشياء. صحيح. وبالتالي عد المخرجات تكون على الشاعر يعني. صحيح. عيد وش أقرب قصيدة لقلبك؟ إيش أقرب قصيدة كتبتها تحس أنها قريبة من قلبك؟ والله أقرب القصائد دائما لقلب الشاعر القصيدة اللي يكتبها جديدة، لأنه مثل دائما بالحفلات الإنسان وده يظهر بثوبه الجديد أو بحلته الجديدة، فالشاعر دائما قصيدته الجديدة يعني هي اللي تكون دائما تحظى في حبه إلى يعني إلى أن يهب الله له قصيدة جديدة. طيب سمعنا جديدة؟ تبى نسمع منها الحين؟ سمعنا شيء؟ أبرك السلام. يلا نسمع. نديمة تغلى المراحل، نديمة تغلى المراحل والطروق القفار، نديمة تغلى المراحل والطروق القفار، مرت ليالي مميتة والوصال أرقبة، إلى متى هالغياب؟ إلى متى الانتظار؟ إلى متى والضلوع الحانية مجدبة؟ الحب أنقى صفة، الحب ما فيه عار، العار لو تردع شعورك المن ترغبة، والقلب طير معنا كل ما حن طار، والرفرف بيمة الغليل لا تقضبه، خله يجوب الفيافي والسما والديار إلين يلقى صدر عاشق ويشعبه، لو ما رعاه الفراش وما كساه الخضار كلا بعضك الجفاف بدون ما تنتبه، وأنا رهنت العمر كله برجوى قرار، يا وردة ممزون الطهر مع شوشبه، من بارق عروقك اللي تحت عنقك يسار ألقي علي الشعر وانطلقت الموهبة، تعال يحيي قصيد مات خلف الستار، الشعر في غيبتك المين راح أكتبه، علقت صورتك في بالي وغار اللي طار، وهديت صورتك لطاري وللمكتبة. الله الله الله، صح لسانك يا عيد. عيد يعني دائما الشاعر يعني خلينا نقول يعتبر أب، وقصائده بنات له. تزعل لما حد يجي ينتقد قصائدك ولا ينتقدها ولا يقول البيت هذا مكسور، ولا المساحة مفتوحة للجميع؟ والله شوف في شعاطر يزعلون، عشان كذا انا سالتك هالسؤال. صحيح. لا بالعكس، يعني انا اشوف ان الشعر او الانتقاد البناء اللي يختم القصيده ما فيها شيء يا اخي، اللي ما في تقليل، اللي ما في تقليل. بس اني قلت كلمه، انت قلت المكسور، يعني لا، هذا المكسور في يخرج خارج يعني القصيده، لانه مثلا شطر المكسور ما هو شطر موزون، ما يعتبر اضافي ضمن هذه القصيده. لكن مثلا الفكره معينه في بعض الناس يعني له وجهه نظر مختلفه، اتمنى لو انك تناولت الموضوع من زاويته الخاصه، لكن بالنهايه يعني انت ما انت في معزل على الانتقاد، يعني اذا كنت تحب نفسك انك تبقى في معزل عن الانتقاد. عيد ذكرت نقطه، خل قصيدك في معزل عن الناس. ذكرت يعني نقطه انه في ناس يحب انك تتطرق لجانبه الخاص، ممكن مثلا انا اجيك اقول لك عيد ابغاك مثلا تطرق لي قصيده ولا ابيات شعريه مثلا بناكتي مثلا على قولتهم باشياء خاصه فيني، هل تقدر انك تجسدها ولا لازم تعيشها وتقول لا والله انا لازم انا لنفسي انا موقف انا عشته؟ لان في شعار على الطلب ترى على الفكره. صحيح، لكن انا اعتقد ان الشاعر الذكي يستطيع يعني ان يخلق بهذا الفضاء الشعري الممتد الواسع صوره نمطيه من كلام الرجال، يعيش الجو يعني، ويعيش جو ويكتب القصيده يعني، مو شرط يعني. انا مره اذكر كتبت قصيده فيها القهوه، كنت يعني وقتها انا ما اشرب القهوه، اي نوع القهوه؟ السوداء ولا السعوديه؟ لا القهوه الشقره عندي مشكله منها. فاذكر انه حتى يعني يوم امسيه احتفاء باليوم العالمي للقهوه كتبت قصيده القهوه وانا اشرب شاهي يعني، فما هي مشكله يعني طالما. بس ما تحس ما في مصداقيه كذا؟ لا فيها مصداقيه، وهي في يعني فيها حتى جت القصيده حلوه يعني، لكن مو شرط انك تعيش نمطيه هذا، بالعكس انه طالما انت مملي فضائك الذهني في صور يعني، خصوصا القهوه احنا عندنا كان الشبه بشكل يومي يعني، فنعايشها ونصلحها ونقهوي، لكن اني كنت بذيك الفتره ما اشرب القهوه او محجوب عن القهوه. جميل. فكتبت قصيده القهوه وانا اشرب شاي، يعني الموضوع ما يتعارض نهائي، بسيط. اتوقع بسيط. يعني القصيده لامست قلوب الاشخاص اللي ممكن يحبوا القهوه. صحيح. فعلا، ودائما يعني حلو ان الشاعر يتناول بعض الامور من زوايا اخرى، مو شرط من زاويه الشاعر نفسه. صحيح. عيد تكلمنا عن مشاركاتك وتجاربك في البرامج الشعريه، كان لك كذا مشاركه، حدثنا عن هذه التجارب كيف كانت؟ والله المشاركات الشعريه تضيف للشاعر
يعني حتى لو أنه أي شاعر مثلا تضيف له المشاركات، أولا تعرفه على أشخاص من بيئات مختلفة. يعني حنا كنا تقريبا، أنا شاركت في أكثر من مسابقة، في تلك المسابقات يعني تتعرف على واحد من الجنوب، تعرف واحد من الشرق، واحد من الغرب، واحد من الشمال، واحد من الوسط، واحد من دولة مختلفة أيضا. فبعد انتهاء المسابقة تجدك مثلا تزور المنطقة هذه، تزور لك صديق، يعني لك صديق في كل منطقة. فالمسابقات لها فوائد كثيرة، يعني المسابقات ما فيها خاسر، حتى لو أنك تخرج من البداية ما فيها خاسر. أنت جيت واثق يعني من قصيدتك اللي أنت قدمتها، وجيت وقدمت الشيء اللي مطلوب منك، فما في خاسر يعني. الله. الشعر ما في خسارة يعني، مكسب بالنهاية. بالضبط. طيب عيد، ودنا نختم معك بقصيدة. احنا طماعين ترى، اذا جانا الواحد ترى نحلل نظامنا كذا. الله، فالضيف لازم يتحملنا شوي. ابرك الساعات واغلاها. والله انا بتكلم عن قصيده في حائل، يعني حائل انا بعد شوي يمكن امشي الحائل، فيضيق خاطرها لو ما يضيق خاطرك انت اذا بعدت عن حائل. لا هي تضيق حائل اذا ما كتبت فيها. اذا ما كتبت فيها تستاهل حائل اكيد، والحائل يستاهلون. الله يطول عمرك. يقول: افاق الحرف واحساسي حياه، وهمس فكري قاف، يغنيها هزيج الليل شعر ويطرب الوادي، أيمم وجهي القبلة ولكن قلبي الميلاف، يسوقه شوقه ويسري شمال اليمة بلادي، سقاك الغيث يا وادي ولدت بجاله المضياف، عطاني كل ما يملك ولكن خذف وادي، نصيته كنها الحضن الدفي متمايلة الأعطاف، ليوم حطن بجوفه تلاشت غمة اسهادي، تهيجن في ثراها البدو يوم ان السنين عجاف، ومن دون ارضها الارواح والاملاك تنقادي، كان النبت عن عين الحسود يدسها بالحاف، ليام لبس البطحة نبات يجذب الشادي، جناين في رحاب جبالها الرحبه تقول اغلاف، ملاذ للمها والريم لا من سمعنا العادي، لو تهل السحايب دمعها في طارف الاكناف، تفرق بالمدى عطر من الريحان والكادي، اجا سلمى صهيل الخيل بيت الطين والرياف، تسافر بي إلى ركب الحياة بحقبة أجدادي، هنا حاتم لي من الدجا حلت رقى المشراف، ويوقد نار تدل الضيوف وترشد الغادي، مكارم كنها النهر المدي مترامي الأطراف، إلى هالحين والأحفاد في منهاجها تفادي، مضارب بدو تحط العوايق والصعاب إخلاف، لي من شالت العيس الزمالة وانشد الحادي. صح لسانك، تستاهل حايل والحايل، الكلمات الجزلة. الله يرحم والديك ويطول عمرك يا ابو. اكيد تستاهل حايل اكيد، يعني بجمالها مثل ما وصفتها في هذه القصيدة والابيات الجميلة. اكيد مشاهدينا نشكر الشاعر عيد فهيد لوجوده معنا اليوم في الاستديو، شكرا جزيلا لك. الله يطول عمركم. والله الشكر موصول لكم انتم على الاستضافة الجميلة والغالية عندي هذه. الله يعطيك العافية عيد، وتوصل بالسلامة إن شاء الله. الله يرحم والديك ويطول عماركم ويجزاكم خير. الله يعطيك العافية. عموما مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين معكم في حلقتنا وتقريرنا القادم، وأكيد دائما مشاهدينا الكرام في احتفالات اليوم الوطني يتجه الشباب والفتيات إلى محلات تزيين السيارات للتعبير عن فرحتهم عمليا من خلال تزيين السيارات بالأعلام والملصقات والعبارات الوطنية الجميلة اللي دائما نتغنى بها في وطننا المعطاء. نتابع. مساء فاخر بالفخامة، زاخر بالابتسامة، مساءنا اليوم وطني من علامات ومظاهر التزيين، أيضا زينة السيارات. اليوم راح أخذكم في جولة ما بين تزيين السيارات وأيضا فرحة شعب. شوفك زين سيارتك، هل كانت عندك الخطة ولا لما جيت هنا اقتنعت؟ لا والله اني اقترحت من الأفكار، من هنا أفكارهم جميلة وتسر الحال والله. وش خطتك الليلة؟ والله خطتي على الخبر. ايش اخترت اليوم زينة لليوم الوطني للسيارة؟ اي والله اخترت زي ما انتم شايفين، اخترت اني اركب علم كبير 3 متر تقريبا، وجايب بدال السيارة سيارتين. اي والله. وش مشاعرك اليوم في اليوم الوطني؟ وين بتحتفل اليوم؟
أي والله مشاعر والله جميلة جدا، صدق نحتفل بالوطن، والصدق وين بحتفل إن شاء الله بالخبر إن شاء الله. نشاطنا طال عمرك هو زينة سيارات، ومتخصصين في يوم الوطني للسيارات، تجهيز صور وقواعد علم وأعلام وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين محمد بن سلمان لليوم اللي طيب الله ثراه الملك عبد العزيز وحد المملكة فيه. لو سألتك أكثر، وش أكثر الطلبات؟ أعلام أو شحة ولا استيكرات؟ والله أكثر المبيعات عندنا اللي هي استيكرات صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهده محمد بن سلمان. اليوم قاعدين نشوف ان المرأة ما شاء الله تقود السيارة، هل اختلفت نسبة المبيعات واقبال البنات اكثر في تزيين السيارات من الشباب؟ بالعكس والله متبدعين ويعطونا افكارهم، البنات تجي الحين تعطيني افكار على الصور والله جميلة، وفي اللي ونسبة المبيعات ارتفعت بعد. تفاعل الشباب فيه كثير، والبنات يعني نسبة فيه، نركب أغلب السيارات في بنات يجونا، ولكن أكثر هو الشباب بتركيب الأعلام والصور، حبهم للوطن والشعارات وصور في الأمام وفي الخلف وعلامات الكبوت، يعني كلها ماشية الحمد لله. جاي اليوم طبعا نعبر بجزء بسيط عن محبتنا للوطن المملكة العربية السعودية في اليوم الوطني 94، وجينا نحط الإعلام ونحط الاستيكرات ومحتفلين ولابسين الأخضر. الله يجعل إن شاء الله السعودية تكون من نجاح إلى نجاح، ومنتظرين رؤية 2030 على نار، والله يعز حكامنا يا رب، والمملكة الكل يتمنى أن يكون سعودي. شو اسمك؟ سارة. وش تقولي للوطن؟ نحن بنحبك. شو اسمك؟ يارا. وش تقولي للوطن اليوم؟ أحبك يا وطني. السكك والشوارع منك مضوية، والديارك ترفرف بالسماء عالي. السكك والشوارع منك مضوية، والديارك ترفرف بالسماء عالي. أكيد نشكر زميلتنا سندس محمد على هذا التقرير الجميل اللي شاركتنا فيه فرحة الشباب والبنات بتزيين سياراتهم لليوم الوطني. أكيد مشاهدينا مكملين معكم حلقتنا، وبعد الفاصل في فقرة سالفتنا اختبار ثقافة الشباب في اليوم الوطني. مشاهدينا، بمناسبة اليوم الوطني نحتفل بفخر واعتزاز بتاريخ ومجد مملكتنا الغالية وبروح هذا اليوم العظيم. مراسلتنا نزلت للشارع وسألت الشباب أسئلة منوعة تختبر فيها ثقافة الشباب باليوم الوطني، نتابع. نشارككم من جدة بأحد المواقع المتميزة للاحتفال باليوم الوطني السعودي 94، عشان ننقل لكم مشاعر وفرحة الناس في هذا اليوم الغالي على قلوبنا. محمد، قل لنا إيش شعورك اليوم بمناسبة اليوم الوطني السعودي؟ الحمد لله كلنا مبسوطين وفخورين، وإحنا ما شاء الله في تقدم، وحنصير إن شاء الله الوجهة السياحية الأولى، و2030 إن شاء الله مع التطور هذا بإذن الله حنكون الوجهة القيادية الأولى. شعور حلو، وكل الناس يحتفلون، وفي احتفاليات وفلة. إيش تقول للناس اللي يقولوا أنا ما أحب أطلع في اليوم الوطني السعودي عشان الزحمة؟ والله هي الزحمة أحلى شيء، فيها ناس مبسوطة وفرحانة، والكل مستمتع بالأجواء هذه الزحمة وكذا، الشوارع فاضية، ما كان يوم وطني مو حلو. لو علمت الدار بمن زارها فرحت، واستبشرت ثم باست موضع القدم،
وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً بالوطن يا أهل الجود والكرم. إيش رأيك في الأجواء اليوم الزحمة؟ تحب زحمة الناس وكده؟ أيوة أحبها، بالعكس الزحمة أحسن شيء. إيش أكتر حاجة أنت تحبيها في اليوم الوطني؟ الاحتفالات زي نطلع بالدباب ونروح طريق الملك والكورنيش، نقعد نلعب بالحلويات عند الناس. كل عام ووطني شامخ. برأيك كيف ممكن نرد الجميلة لمملكتنا الغالية على كل اللي سووه لنا؟ والله كلنا فخر إننا إحنا سعوديين وننتمي لهذا المكان، والله يديموا علينا العز والأمان يا رب. لازم تحكين عن كشختك اليوم واللبس اللي أنت لابسته. والله أخذت علم، لابس علم والنظارة وبلوزة السعودية بس. سارعي الوجه والعليا والشدي اللي خارق السماء. كيف برأيك ممكن نرد الجميلة لمملكتنا الغالية؟ والله إنه نكون ناس منتظمين دائماً ومتفائلين دائماً. إيش في معلومة تعرفيها عن السعودية تخليك فخورة إنك أنت سعودية؟ يمكن صراحة بالنسبة لي دعم المرأة، دعم المرأة الآن صار جداً واضح في كافة المجالات. نشكر مملكتنا على هذه الجهود حقيقي، يعني جهود رائعة. بالعكس هذا يوم فخر نفتخر فيه ونعتز بوطننا بيوم التأسيس ويوم اليوم الوطني. هذه أيام لازم نحتفل فيها ونعتز من حبنا لبلدنا. طيب أنتوا كيف تحتفلوا عادة كل سنة باليوم الوطني مع الأهل والأصحاب؟ نجي هنا في المجمعات، الكوفيهات، في خط الملك، في السيارة طبعاً، فر وزي كذا. في أغنية تذكرك على طول بالوطن السعودي أكثر من غيرها؟ نحب أغنية فوق هام السحب محمد عبدو. رسالتي إنه لازم ويرepresent إن إحنا سعوديين، لازم نبين للعالم كله كيف الشعب السعودي الراقي المحترم المؤدب. طيب يعني ما نعمل أشياء تقلل من قيمتنا. في معلومة عن السعودية تعرفية تخليك فخورة إنك سعودية؟ أيوة طبعا، اللي هي إن شاء الله حيكون كأس العالم الجاي عندنا ورؤية 2030. أكيد الكل مشارك في احتفالات اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية في مختلف المناطق، وأكيد كل شخص بيحتفل بالطريقة اللي تناسبه، سواء بنطلع برا البيت أو حتى الاحتفالات في المنزل. بالضبط ريم، اليوم الوطني صراحة فرصة أن الناس يعني تحاول تعبر وترد يعني جزء من الجميل لها الوطن المعطاء، وقاعدين نشوف الحمد في كل مناطق المملكة الاحتفالات سارت بشكل جيد وبشكل سلس. وأنا لا صراحة ريم لازم أشكر جميع القطاعات الأمنية اللي قاعدين نشوفها في الطرق في الممرات في الشوارع، تنظيم وترتيب وخايفين على سلامة الناس. والأجمل ريم إن هالشيء هذه تتوج وتطلع بإيجابية لما نشوف ثقافة الاحتفال تطلع بشكل جميل بثقافة راقية، كيف أنت تعبر عن حب بلدك بعيدا عن التكسير عن التخريب عن العشوائية. الشيء هذا الحمد لله والشكر دائما نشوفه في شبابنا وبناتنا. أكيد نادر، رغم يمكن ازدحام الشوارع في اليوم الوطني وازدحام الأماكن والكل بيتشارك هذه الفرحة، إلا أننا الحمد لله يعني نقدر نفرح ونعبر عن فرحتنا وإحنا يعني مستمتعين، ما نتضايق من بعض السلوكيات الخاطئة. الكل أكيد ماشي في نفس النظام، وأكيد يعني نحمد الله دائما على نعمة الأمن والأمان. والجميل في المملكة العربية السعودية وفي هذا الاحتفال لا نادر إن الكل بيشارك في هذا الاحتفال من الصغير إلى الكبير، وكمان هو فرصة ويوم إن إحنا نتشارك هذه الفرحة ونعطي أكيد لهذا الوطن المعطاء ونتعلم ونتثقف أكثر بشأن هذا الوطن وتاريخ الوطن ومستقبل الوطن أيضا المزدهر بإذن الله. ريم لو بنتكلم عن الثقافة اللي الآن صارت موجودة عندنا إحنا كشباب وكبنات في الاحتفال، لما ننزل الشارع قاعدين نشوف في إعلام لافتات ملصقات استيكرات فيها صور الملك سلمان ولي العهد، أشياء جميلة نعبر. لكن في شيء ترى جميل إحنا برضو قاعدين ترى نشوف في احتفالات كثيرة في المنازل، البيوت تتزين بالصور تتزين في الأعلام، وفي شيء جميل صراحة
أنا لفتني ولازم إني أشكر عليه صراحة فعلا الجاليات المقيمة عندنا في المملكة اللي قاعدين نشوفهم يحتفلون وبرضو يشاركوننا الفرحة هذه. فأنا متأكد أنه جميع الجنسيات اللي احتفلت معانا والله يحتفلوا من قلب، يعني ليس بداعي لا مجاملة ولا شيء، لكن لأنهم عايشين بيننا وشايفين المملكة وشايفين شعب المملكة، والشيء والله يسعدني يا ريم. أكيد هذول دائما إخواننا نادر وبيشاركونا الفرحة في جميع المناسبات الوطنية، وشفنا يعني الكثير من الفيديوهات حتى الكثير من الأشخاص اللي بيتشاركوا هذه الفرحة الجميلة، سواء إذا كانوا موجودين على أرض هذا الوطن أو حتى المبتعثين اللي بيتشاركوا هذه الفرحة مع أصدقائهم في الخارج. بالضبط ريم، أكيد أفراح الوطن دائما تستمر ودائما أيضا نعتز بمثل هذه الأيام الغالية على قلوبنا. يعني ريم أنا أعتقد أنه دائما يجب أن نحتفل أن نفخر، ولكن على قولتهم يعني في أطر جميلة مثل ما احنا قاعدين نشوفها في الشوارع والأماكن العامة. أكيد ضروري دائما نشر الوعي والثقافة، والحمد لله أن الوعي والثقافة موجودين في المجتمع السعودي. مشاهدينا ننتقل معكم إلى هذا التقرير. في قلب العلا التاريخية وبين زواياها القديمة اجتمع الأهالي والزوار للاحتفال باليوم الوطني السعودي وسط حضور كثيف من السياح الذين قدموا لمشاركة هذا الحدث الوطني الذي يروي قصة أمجاد المملكة ويستعرض مستقبلها الزاهر. من البلدة القديمة في العلا تتجسد مشاهد الفخر والانتماء في احتفالات الأهالي والزوار باليوم الوطني السعودي 94. أجواء الفرح والوحدة الوطنية تمتزج مع عبق التراث في مشهد يعكس اعتزاز المملكة بتاريخها وإنجازاتها. الوطن especially للمرأة عطى لها قوة أنها تقوم اليوم على قدمها وتكون هي الإنسانة اللي تقدر تكافح عن عمرها وتقدر توصل حتى للشعب الثاني وللباقي الدول أن من هي المرأة السعودية. جينا نحتفل باليوم الوطني السعيد ونستمتع ونشوف المناظر الحلوة هذه، واللهم لك الحمد. كلنا فخر في هذا اليوم، ونتمنى دائما انه بلادنا تكون في امن وامان ويديم علينا حكامنا واهلا وسهلا في كل السياح في العلا. اليوم نحتفل في مدينه العلا بطابعها الوطني ونمثل فرحتنا وفرحه الوطن باذن الله. صراحه المكان جميل وقاعد نستمتع، والفعاليات صراحه معتنى فيها. My name is Leonard. I'm from Sydney, Australia, but originally from Philippines. Yeah, so I came here last May, and this month is my fourth month here. I'm wearing the Saudi clothes to celebrate the Saudi National Day, to support the Saudi people as well. It's the best place. I love it, and yeah, I'm really happy to be here. Kulam wa Saudiya bisada. نحتفل هذا اليوم باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وتحظى العلا بالفعاليات خاصة اليوم الوطني من زوار وأصحاب أهل العلا قديما. شعور جميل جدا الاحتفال باليوم الوطني. المنطقة تراثية وقديمة تذكرنا بالماضي الجميل للمملكة العربية السعودية. راح طبعا هذه أول زيارة لي للعلا، بمشيئة الله أننا راح نكررها. أنا جاي من منطقة مكة المكرمة وجدة، جاي أحتفل في العلا عشان أشوف تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا القديمة. إحنا موجودين الحين لأن نحتفل باليوم الوطني السعودي اللي إحنا نفتخر فيه في مدينة العلا، بالتحديد البلدة القديمة، ومجمع أخوي عشان نحتفل ونشوف البلد وكل شيء. أحبك يا وطني، كل عام أنت بخير. وطني الحبيب، وطني الحبيب، وهل يحب سواه.
أكيد نشكر زميلتنا سارة سالم على هذا التقرير أكيد من العلا واحتفالات في العلا أكيد بين جمال العلا وطبيعتها. أكيد مشاهدينا مكملين معكم وبعد الفاصل. الفن التشكيلي المستوحى من التراث في لوحات زينة الشهري. مشاهدينا اكيد مستمرين معكم بفقراتنا ولفقرتنا الفنيه بمضمونها، واكيد لما نتكلم عن زينة الشهري الفنانه التشكيليه المتميزه التي تستلهم افكارها من البيئات الثقافيه والموروث الثقافي السعودي، والتي ساهمت في حفظ التراث ونقل رسالته عبر لوحاتها وخلال مشاركاتها في المعارض المحليه والدوليه. زينة الشهري عرفت أيضا بزينة آرت، فنانة تشكيلية مبدعة سعودية معروفة باستخدامها للألوان الجريئة المتناسقة والتقنيات الممزوجة بعبق التاريخ السعودي في أعمالها. لوحات زينة مثلت قامات الوطن ورموزها، ملوك المملكة وأمراءها كان لهم الاهتمام الأكبر في لوحات زينة آرت، واللي شاركت بها في مختلف المعارض والملتقيات داخل وخارج المملكة. امتزجت ريشة زينة بمعالم التراث السعودي، بين طياتها أجواء الصحاري والهضاب والسهول، بين الإبل والخيول الأصيلة، في صورة جمالية مبدعة للبادية الحاضرة. كثير من أعمالها اقتبست عن البيئة السعودية التقليدية، مثل المنازل الريفية والأبواب الخشبية المزخرفة والملابس التقليدية، كما اعتمدت على الألوان الزاهية اللي تميزت بالبيئات القديمة، مما جعل منها منتجا فنيا فريد يجذب العديد من المتابعين. مشاهدينا تنضم معنا في الاستديو الفنانة التشكيلية زينة الشهري. أهلا وسهلا فيك زينة وحياك الله. أهلا وسهلا فيك. يا هلا والله. نورتنا يا زينة، وأكيد وإحنا قاعدين نشوف الرسومات والأشياء الجميلة اللي بنجي نستعرضها معك، لكن في البداية دائما لكل فنان بداية، وربما تكون بدايته يعني من موقف أو من حدث أو أحد يكون شجع ودعم. أبغى أرجع بداياتك، كيف كانت؟ تمام. أولا أحب أهني خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أهنئهم على مناسبة اليوم الوطني، أعاده الله علينا بالأمن والاستقرار يا رب. بدايتي كانت هي موهبة من الصغر. بدأت موهبتي الفعلية أو اللي هو مسيرتي الفنية الفعلية تقريبا في عام 2013، كان هو موهبة من الصغر بدعم من الوالدين والحمد لله. جميل. أكيد يعني رسوماتك تميزت، وحبيت أنك أنت تنقلي ممكن التراث السعودي أيضا في رسوماتك وفي الفن التشكيلي اللي بتقدميه. إيش أكثر ما يلهمك في رسوماتك؟ يعني شفنا رسومات هنا مثل ما شايفين عندنا في الاستوديو، شفنا أيضا في التقرير رسمة الصقر. إيش أكثر شيء بيلهمك في الفن التشكيلي اللي بتقدميه؟ طبعا التراث هو يعني تراثنا، هو ماضينا، ماضي أجدادنا، وهو برضو حاضرنا ومستقبل أجيالنا. التراث هو شيء لازم يكون معنا يعني جيل ورا جيل. لوحاتي مستلهمة من التراث السعودي الوطني، انتمائي كسعودية شيء طبيعي يعني. جميل. جميل جدا. طيب زينة، لو سألتك إيش هو نوع الفن التشكيلي اللي أنت تمشين عليه، إيش هي مدرستك؟ هي الفن التشكيلي مدارس كثيرة، لكن المدرسة اللي أنا شغالة عليها اللي هو التجريدي، الفن التجريدي، وأيضا المدرسة الواقعية. جميل جدا.
زينة، كيف بتشوفي اليوم الفن التشكيلي، الإقبال على الفن التشكيلي وأيضا مواهب الشباب خصوصا اليوم مع الدعم المقدم لهم وبعض المعارض، كيف تشوفي الفن التشكيلي اليوم؟ الفن التشكيلي مزدهر جدا أكثر من الماضي، طبعا هذا بفضل الله ثم بفضل ولي العهد ملهمنا وقائدنا. طبعا ولي العهد رؤيته ما اقتصرت على الاقتصاد فقط، بل رؤية اجتماعية وثقافية أيضا. طبعا دعم ولي العهد ملحوظ للشباب السعوديين والسعوديات سواء في المناسبات الوطنية أو حتى المعارض الدولية والمحلية. ممتاز. زينة، احنا قاعدين نشوف في رسومات موجودة هنا وبرضو قاعدين نشوف صورة قائدنا وملهمنا سمو سيدي ولي العهد اللهم احفظه وطول بعمره، واكيد انك عندك تكمله للرسمه اعتقد. أكيد طبعا. تفضلين وتكملين لنا وبنفس الوقت نقدر نسولف معك بنفس اللحظه. تمام. لانه انا اعتقد ان الرسومات هذه الجميله دائما نعتز بقاداتنا ونفتخر فيهم ونرفع الراس، يعني لا سيما سمو ولي العهد. اكيد طبعا اللوحه لولي العهد الملهم والقائد. اللوحه عباره عن الوان زيتيه وقماش كانفس. عشان الكاميرا بس زين اخليك جنب الصوره اذا تقدرين. ايوه. الزاوية اللي تعجبك. تمام. اللوحة هي زيتية، ألوان زيتية. اخترت الألوان الزيتية لأنها أكثر وضوح على القماش الكانفس. أيضا تنظيف اللوحة بعد الجفاف أسهل بالماء والقماش. أيضا الألوان الزيتية مميزاتها أنها تساهم في ظهور اللوحة بشكل أجمل من الألوان الأكريليك خاصة البوتري. الله عليك يا زينة، أكيد أنه رسمة سمو سيدي ولي العهد
يعني أعتقد أنها من الرسومات العزيزة على قلبك أيضا. أكيد. فودي الآن إحنا بنكملها أكيد معك، فودي لو تجلسين وبنسولف معك أيضا عن بعض الرسومات الموجودة، ولعلنا نكمل بعض الرسومات برضو. يعني أنت في لك رسومات قاعدين نشوفها، ودي تكلميني عن الخيل، عن مدى ارتباطك في الخيل. أكيد الخيل ارتباطه يعني بالبشر قريب جدا، يعني خاصة أنه الخيل مو بس حيوان، هو الإحساس ما بينه وبين الإنسان قريب جدا. فشيء طبيعي أني كفنانة تشكيلية أهوى أني أنا أرسم الخيل. صحيح أكيد، يعني خصوصا لنا نحن أيضا كسعوديين. طبعا ما شاء الله زينة، لاحظت اهتمامك في التفاصيل في رسوماتك، فخليني أسألك كم تقريبا بتاخذ منك وقت اللوحة أو بعض اللوحات هنا اللي شايفينها عندنا في الاستوديو، لأن في اهتمام جدا ما شاء الله في التفاصيل وفي الملامح. اللوحة تاخذ مني تقريبا 3 أيام إلى 5 أيام. هو 3 أيام رسم متواصل، يعني تقريبا 4 ساعات في اليوم. لكن اليومين الأخيرة اللي هي حقت 5 أيام هذه جفاف اللوحة لأنه ألوان أويل زيتية، فتأخذ 5 أيام تقريبا. جميل جدا. أكيد أنه الرسم يعني، وكل واحد عندنا يمتلك موهبة، لازم يعني يثبت هالموهبة هذه في شيء يحبه، ولا سيما لما ينعكس على حب الوطن والأشياء قاعدين نشوفها. وأكيد أنه إن شاء الله يعني راح تستكملين الرسمة اللي بدأتي فيها لسمو سيدي وللعهد. حنا أكيد مشاهدين الكرام نشكر ضيفتنا في الاستوديو والفنانة التشكيلية زينة الشهري، يعطيك العافية زينة. الله يعافيك، شكرا لك، لكم العافية. يعطيك ألف عافية زينة، وشكرا لك لمشاركة هذه المواهب الجميلة وهذا الفن الجميل معنا هنا في الاستوديو. أكيد مشاهدينا مكملين معكم حلقتنا، راح نتوجه لفاصل قصير وراجعين. والله ما بعد اختيار، والله ما بعد يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدين من جديد في حلقتنا لليوم. الأحلام وسيلة يعبر فيها العقل عن الأفكار والمشاعر بدون وعي، وأحيانا الكوابيس المتكررة تكون علامة على مشاكل نفسية مثل القلق أو الاكتئاب. الدراسات توضح أن تكرار الكوابيس يرتبط بزيادة التوتر، وممكن يدل على خلل في الصحة العقلية أو العصبية. الأحلام جزء طبيعي من حياة الإنسان، وغالباً ما تكون وسيلة للتعبير عن مشاعر وأفكار غير واعية في بعض الأحيان. قد ترتبط الكوابيس المتكررة باضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب، حيث يعبر العقل عن الضغوط النفسية من خلال هذه الأحلام المزعجة. تشير الأبحاث إلى أن الكوابيس ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل قد تكون علامة على اضطرابات أكثر عمقاً مثل اضطراب ما بعد الصدمة، حيث يعاد تمثيل التجارب المؤلمة في العقل أثناء النوم. من هنا قد تكون الكوابيس المتكررة مؤشراً على وجود خلل في الصحة النفسية أو العصبية، ويتطلب ذلك الاهتمام الطبي لمعالجة الأسباب النفسية التي تقف وراءها وتحسين جودة حياة الفرد. أكيد مشاهدينا اليوم بنتحدث عن الأحلام والكوابيس وأيضا الدلالات النفسية لها، وتنضم معنا بالاستوديو الأخصائية النفسية شدن الغامدي. أهلا وسهلا فيك أستاذة شدن، وحياك الله استوديو اس بي سي. يا هلا ومرحبا. يا هلا وسهلا فيك. بالبداية يعني أكيد أن كلنا بعض الأحيان بنعاني من بعض الأحلام أو بعض الكوابيس اللي ممكن تكون غريبة نوعا ما، وبنتساءل بعض الأحيان إيش ممكن تكون الدلالة عليها. لكن خليني أسألك في البداية، كيف بترتبط الأحلام بالحالة النفسية والاضطرابات العصبية اللي ممكن يكون الشخص بيمر فيها؟ طيب، بعض الأحيان يمر الشخص بضغوطات أو قلق مرتفع أو بما نسميه overthinking، ف
تراودوا الأحلام أو الكوابيس بشكل عام في هذه الفترة، لكن في أشخاص يمرون بمواقف معينة زي مقابلة وظيفية أو اجتماع مهم يقولك ما قدرت أنام الليل، أنا طول الوقت كنت أهاجس في الموضوع. فالأحلام مرتبطة بشكل تام مع الحالة النفسية. جميل جدا، هي الهواجيس تجي كل واحد ترى على فكرة، لكن سؤال، أنتم كأخصائيين نفسيين هل فعلا الأحلام تأخذ بعين الاعتبار ولا ما تهتمون فيها؟ ناخذها طبعا بعين الاعتبار. شلون؟ فرويد يقول لك أن الأحلام هي البوابة للمشاعر والأفكار المكبوتة. فالأشياء اللي أنت كبتها بتروح على طول لمنطقة اللاشعور وحتطلع لك من الأحلام، فهي ما تختفي. إحنا نقول كبتنا الشيء ونسيناه، إحنا ما نسيناه بس ودينا في منطقة اللاشعور، فإحنا دائما نأخذ بعين الاعتبار كوسيلة تساعدنا. جميل. وهذا الشيء يمكن دائما بنتساءل فيه، لأن بعض الأحيان بنحلم ببعض الأمور اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا لكن ما بنفكر فيها بشكل كبير، أو نحن نظن أننا ما بنفكر فيها. هل هذا دلالة على أن هذه الأمور موجودة في عقلنا اللاواعي وإحنا بنرجع نسترجعها في الأحلام؟ صحيح، هذا الكبت العالي وديناها لمنطقة اللاواعي زي ما ذكرتي، فهي موجودة حقيقة بس إحنا ندور شيء يستثيرها بس. جميل. جميل جدا. طيب في تغريدة نشرها الدكتور خالد العوفي يقول في محتواها عن أحلام مرضى القلق أنه الملاحقة والحوادث أو الخوف من السقوط أو حتى الخوف من عدوانية الآخرين أو التجمد من شدة الخوف والتعرض للاعتداء الجسدي، المشاجرات اللفظية العدوانية، الرفض في المواقف الاجتماعية، وفاة الوالدين وأفراد الأسرة، وأيضا مواجهة الفشل وعدم النجاح. وهل هذا النوع يعني لو بنتكلم عنه يعتبر من خلينا نقول دلالة على وجود حالة نفسية أو اضطراب نفسي لدى الشخص، أو إيش تشخصون أنتم؟ صح، تكرار هذه المواقف أو الأشياء المخيفة أو هذه الأحلام اللي يحس إنه بيموت أو يشوف وفاة قريب له أو يحس إنه كان يركض طول الحلم، دائما يقول لك أحس إني كنت أركض طول الحلم، هذه دلالة على ارتفاع القلق عندنا. يعني الأشياء اللي نشوفها بحياتنا تنتقل معنا في النوم. صح. السؤال هنا احنا كيف فعلا، عشان بنتكلم عن الهواجيس، يعني في ناس يتخيل انه يمشي يطاح من الدرج، هذا هل عنده خوف مثلا المستقبل؟ تحللونها بالشكل هذا؟ ما ناخذها بهذه الطريقه، لكن نحللها بطريقه معينه عندنا. لكن هل يجب تكرار الحلم اكثر من مره عشان نقدر نقول ان هذا الحلم يدل على هذه الحاله النفسيه او هذا الحلم يدل على هذا الاضطراب، ولا مجرد ما ان الشخص بيحلم هذه الامور مره واحده ممكن يكون دلاله على اضطراب معين؟ شوفي، تكرار الحلم هذا مؤشر عندنا انه في كبت عالي لموقف معين، والكبت هذا استمر لوقت طويل. يعني على سبيل المثال المراجعين اللي تعرضوا الى تحرش جنسي وكان الخيار عندهم الصمت او الكبت، دائما تتكرر لهم الكوابيس والأحلام في موضوع التحرش بشكل مستمر، عشان كده دائما يعانون من هذا الموقف لأنهم كبتوا لمدة طويلة جدا. يعني حلو، العلاج النفسي ممكن يقلل الكوابيس. صح طبعا. هذا لما تجلسون مع إنسان بالغ وفاهم يعني تناقشون رأس برأس ويجاوبكم، طيب لما أطفال أكيد الطفل فجأة على قولتهم يفز طبعا، يعني ايش سبب حتى المشكله عند الاطفال هذه؟ اكيد طبعا لازم نتحاور مع الطفل وناخذ منه الاحلام اللي هو قاعد يحلمها وايش الاشياء اللي تخوفه بهذا الحلم عشان نقدر نتعامل معها ونتصرف معها. اذا ما قدر ينقل الصوره لكم اللي شافها، هو ما حيقدر يوصفها اصلا بالشكل الصحيح لانه طفل، فاحنا نستخدم الوسائل الثانيه كالدمى او الرسومات عشان نقدر ناخذ منه المعلومات بشكل كافي. ممتاز. جميل. كيف هنا يجي دوركم أستاذة شدن كأخصائيين نفسيين في تقليل تكرار الكوابيس؟ هل بتبدأوا مع الحالة اللي بيمر فيها الشخص؟ كيف بتبدأ الطريقة العلاجية عشان تقللوا من تكرار الكوابيس عند الأشخاص اللي بيعانوا منها؟ نبدأ مع المراجعين بالخطة العلاجية في خفض نسبة القلق المرتفعة، بعد كذا نبدا نحلل هذه الاحلام اللي هو قاعد يتعرض لها او تكرار هذه الكوابيس. ودائما اقول الكبت المرتفع عندك راح يولد لك الكوابيس المتكرره هذه، فاحنا نحاول نخفف هذا الكبت. ثانيا الاشخاص اللي تتكرر عندهم الكوابيس خلينا نحط في عين الاعتبار انه كبت كثير، فجسمه قاعد يحاول يفرغ هذا الكبت بطريقه لا شعوريه فتطلع عن طريق الاحلام. طيب استاذه شدد، هل فعلا مكان النوم له سبب رئيسي بوجود الكوابيس والأحلام؟ ممكن يكون عامل أو سبب. منطقة النوم الغير مريحة ممكن تكون عامل أنك أنت تتعرض لكوابيس أو أحلام. جميل. وهل ممكن يكون لهذه الكوابيس أعراض جسدية ممكن أنها تأثر على الشخص على المدى الطويل إذا ما قدر أنه هو يعالجها بالطريقة الصحيحة أو يذهب لأخصائي نفسي؟ صح، ممكن الأشخاص اللي عندهم اضطراب القلق ممكن يصحى من النوم وهو متعرق، نبضات القلب متسارعة جدا، عنده ضيق في التنفس،
ممكن الشخص اللي عنده اكتئاب يقوم في ألم بالعضلات، يحس بالإجهاد، يحس بصداع، ففي أعراض جسدية يتعرضوا لها. ممتاز. يعني إحنا الآن حياتنا عبارة عن أفلام نهارية واقعية، ممكن وفي ناس مننا ياخذها وينقلها معاه اذا حط راسه على المخده يقعد يهوج، تجي افلام وتجي مشاكل. انتم كاخصائيين نفسيين هل فعلا تنصحون الناس انه قبل النوم يبتعد عن التلفزيون، يبتعد عن مشاهده المقاطع الدمويه المخيفه الحساسه، وليش هو التكنيك تتبعونه؟ يفضل انه الشخص قبل النوم ما او خلينا نقول قبل ما يبدا وقت النوم بساعه او ساعتين لا تدخل غرفه نومك، وابعد عنك الجوال. وقت النوم يكون الجوال بعيد عنك، أنت مسترخي داخل الغرفة وأنت كلك مستعد أنك أنت تنام، كي تكون هيئت نفسك. أما لما تكون تتفرج مقاطع معينة زي ما قلت مقاطع دموية أو مقاطع مخيفة، أنت كذا قاعد تأثر على نفسك وأنك تعرض نفسك للكوابيس بشكل أكبر. ويمكن أيضا أحد الأسباب أستاذة شادة، وما أعرف إذا ممكن تصححي لي المعلومة، في أشخاص ممكن بيحلموا بكل أمر بيقلقوا فيه، إذا عنده مشكلة معينة، إذا عنده مقابلة وظيفية، أي كان الشيء اللي بيفكر فيه بيحلم فيه عن طريق كوابيس بتجي طبعا وهو نايم. بالنسبة لهذول الأشخاص والأشخاص اللي عقلهم طول الوقت شغال بيفكر طول الوقت شغال، إيش ممكن الطريقة اللي هم يقدروا يتخلصوا فيها من هذه الأفكار السلبية؟ إيش ممكن تكون بعض العادات اليومية الإيجابية اللي يقدروا يقوموا فيها عشان يحاولوا أنهم يفرغوا هذه الطاقة السلبية من عقلهم؟ مختلفة طريقة التفريغ من شخص إلى آخر. في أشخاص ما شاء الله نفس الأستاذة زينب أو زينة طريقة تفريغهم الرسم، وفي أشخاص طريقة تفريغهم مثلا مجهود رياضي، فمختلف من شخص إلى آخر. في طرق إحنا نستخدمها في العيادة زي طريقة الاسترخاء التنفسي رائعة جدا للتفريغ، فمختلف الطرق من شخص إلى آخر. ممتاز. أستاذ شهدن، يعني على السؤال الأخير، يعني الأب والأم قد يكونون مثلا سبب رئيسي أنه أطفالهم يمرون بنوبات من الهلع والخوف والهواجيس وماسكة الخط على قولتهم إذا ناموا، كل شوي الطفل يقعد يبكي. هل المشاكل الأسرية فعلا تؤثر على حياة الطفل أثناء النوم؟ وكيف أنتم يعني كأخصائيين فعلا توجهون رسائل للآباء والأمهات أنهم كيف يتعاملون مع أبنائهم حتى في حياتهم اليومية؟ أكيد طبعاً. إحنا دائماً نقول أنت كأب أو أنت كأم أنت اللي قاعد تصقلين شخصية ابنك، وأنت اللي قاعد تشكلينها. الخوف مكتسب عند الطفل، ما يولد هو خايف، فأنت اللي قاعد تشكلين هذا الخوف وتهيئين له السبل أنه يكون خايف أو يتعرض لنوبة هلع. الكثير من المعلومات المهمة، والأهم هي أن نحاول نخفف من هذا القلق وهذا التوتر عشان لا يجينا بعض الأحيان بشكل كوابيس ممكن أنها تؤدي لأضرار أخرى. أكيد نشكرك أستاذة شدن الغامدي الأخصائية النفسية، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لك. أكيد ريم، إحنا دائما مواضيعنا متجددة، وبرضو يعني يوم الأمس وقبل ايضا استديو اس بي سي وفريق استديو اس بي سي تواجدوا يعني على قولتهم على هرم المسؤوليه في تغطيه اليوم الوطني، وشفنا ايضا جهود كبيره من فريق الاعداد، يعني صراحه كل الشباب لازم نشكرهم، على راسهم محمد الضفيري، بندر عطيف، رانيا باوجيه، اعتدال محمد، علي الشهري، فهد الفايز، عبد الله المواش، ساره الحميداني. اكيد ريم الجميع ما قصر صراحه امس، طلعنا بتغطية جميلة وتغطية رائعة أيضا. أكيد نشكر كل فريق العمل سواء اللي متواجدين داخل الاستوديو أو حتى مراسلين خارج الاستوديو، سندس محمد، سارة سالم، يزيد العقيل، لورا خيمي، طلال الأزهري، وأكيد أيضا نشكر زميلتنا اعتدال. أكيد الكل كان متواجد في هذا اليومين في هذه اليومين نادر لهذه التغطيات المميزة عشان نشاركها أكيد مع مشاهدينا، ونشكر جميع طاقم وفريق العمل اللي كانوا قائمين على هذه التغطية المميزة لليوم الوطني. أكيد مشاهدي الكرام، احنا في استوديو اس بي سي مستمرين معكم على مدار الأسبوع، نشوفكم بكرة في أمان الله. شعب همته همت طويق وعدى على نجم الجدي، والثريا لا تحسدونه يا عمو
المخالي تتعلى فوق وانتم هنايا قايد وشعب مهمته أهمة الطويت وعد على نجم الجدي والثريا لا تحسدونه يا عموم المخالي حيث تعلى فوق وانتم هنايا